فضيلة الشيخ، يقول السائل: أنا أوفق بين رأسين في الحلال، وبحمد الله زوجت مجموعة من الشباب في العام الماضي، فهل هذا يعتبر يا شيخ صدقة جارية لي أثابكم الله؟ جزاك الله خيرا، هذا من أحب الأعمال إلى الله عز وجل وأفضلها عفة أبناء المسلمين وبناتهم، وتؤجر على ذلك. من سعى في تزويج أبناء المسلمين وبناتهم فأجره عند الله عظيم، شريطة أن يخلص لله عز وجل وأن يريد وجه الله، والله لا يضيع أجر من أحسن عملا، لأن هذا تحصل به العفة وتحصل به السكينة لأبناء المسلمين وبناتهم، وينكفوا به عن الشهوات والمحرمات. وكل من سعى في أبواب الخير فالتمس الباب الذي خيره متعد، فإن أجره عند الله عظيم. وكل ما ينشأ عن هذا الزواج من الخير، من الذرية الصالحة، ومن النفع للمسلمين، له مثل أجره إذا نوى ذلك وقصده. من سعى في تقريب بيتين وأسرتين ليحصل بينهم الزواج مخلصا لوجه الله، وقال: أريد هذه المرأة أن تتزوج هذا الرجل، وأن يخرج منهم ويخرج الله منهما ذرية صالحة تقر بها الأعين، ولعل الله أن يخرج منهم عالما أو داعية أو طالب علم أو من ينتفع بخير منه للمسلمين، هذه نية صالحة، ويكتب له أجر ما نوى. قال صلى الله عليه وسلم: ولك ما نويت. فعلى كل حال هذا عمل صالح وأجره عند الله عظيم. لكن أوصيك بما يلي: أولا الإخلاص، والإخلاص أن تحذر من الرياء، وأن تحذر من مدح الناس لك، وأن تحذر من الإدلاء على الله بما عملت: أنا زوجت فلان، أنا فعلت لفلان، أنا والله فعلت هذه، عندي مشاريع خيرية فعلت وفعلت. هذا مما يذهب الأجر، وإذا كان فيه منا فقد والعياذ بالله لا يخلو بعض الأحيان من الإثم فيه، خاصة إذا آذى من يمتن عليه، فيأتي في مجامع الناس ويقول: أنا زوجت فلان بن فلان، وزوجت فلان بنت فلان. هذه الأعمال إما أن يعملها الإنسان لله عز وجل ويكون صادقا في إرادة وجه الله عز وجل، وهذا هو الذي يعظم به الأجر وتحسن به العاقبة والذخر. أوصيك فيه بالإخلاص. ثانيا أوصيك أن تسلك سبيل العقلاء، وذلك بأن تتعاطى هذه الأمور بالحكمة والعقل، ولا تتعاطاها بالاندفاع والعاطفة. البعض مثلا إذا أراد أن يزوج رجلا من امرأة ويوجد شيء من التباين بين الرجل والمرأة، ولا يأمن أن هذا الرجل يطلق المرأة، ولا يأمن أن المرأة تنفر من الرجل، فيأتي بالعاطفة ويقول للمرأة: اتركي هذه الأمور، لا تفكري في هذه الأمور كذا، وهو يعلم أن المرأة متعلقة بهذا الشيء، فيضغط على المرأة، يضغط على المرأة، ويضغط على أهل المرأة، ويضغط على أهل الرجل، فيحصل الزواج لا يلبث بعد شهر أو شهرين وقد حصل الطلاق. ما السبب؟ عدم العقل وعدم الحكمة. فإن العقل نور من الله عز وجل يضع الإنسان به الأمور في نصابها. إذا وجدت أن هذه المرأة وبيئتها ووضعها لا يتناسب مع هذا الرجل، أو أن هذا الرجل إذا تزوج المرأة لم تأمن أن يطلقها، أو نظرة الرجل جامحة متعدية فتضغط على أهله وقرابته من أجل أن يقنعوه بشيء لا يقتنع به، فحينئذ الحذر، اتق الله عز وجل، وتنظر إلى أبناء المسلمين وبناتهم كأبنائك وبناتك. الحذر من العاطفة. الأعمال الخيرية إذا دخلت فيها العاطفة غير مقرونة بالعقل فإنها تعود بعواقب وخيمة ونهايات أليمة. ولذلك كان صلى الله عليه وسلم ربما استعان بعد الله في بعض الأمور ببعض الصحابة لما عرفوا فيه من الإيمان بهذه الأمور وحسن تصرفهم فيها ووضعهم لها في نصابها. فعلى كل حال إياك أن تغلب عليك العاطفة في مثل هذه الأمور، إنما تزوج الناس وأن تعرف عاداتهم وتقاليدهم التي لا تعارض الشرع ولا يترتب عليها أمور لا تحمد عقباها في المستقبل. الأمر الثالث قولك صدقة جارية. إذا كان مرادك بالصدقة الجارية الواردة في الحديث، الصدقة الجارية الواردة في الحديث لا تشمل الأعمال العامة، يعني الأعمال العامة هذه من عملك الأساسي، والعمل الأساسي الذي فعلته في حياتك باق لك أجره إلى يوم القيامة ما دام مستمرا، لقوله تعالى:
إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم، فما خلفت من أثر خير لك مكتوب له أجره، لك أجره. لكن الصدقة الجارية في حفر الآبار وإطعام الطعام توصي بها من مالك أو نحو ذلك، هذه منشأة لما بعد الموت، هذه من بعد الموت وهي من عملك، لكن الذي هو العمل الأساس هذا أجره لك في الدنيا وبعد موتك مستمرا لا ينقطع. فنسأل الله لنا ولك القبول والتوفيق، أن يرزقنا وإياكم الإخلاص، والله تعالى أعلم.